Salam alaikum. Alors, on va faire un petit résumé sur les caractéristiques automobiles. Qu'est-ce qu'une automobile? Alors, comme vous voyez tous devant vous, l'automobile, Ketani, et Markava. اللي هي قادرة على التنقل بإمكانياتها الخاصة كنسموها أوتوموبيل سي بون. عندنا 3 كاتيغوري دي فيكول. عندنا لي فيكول ديال التوريزم طوموبيلات اللي كيشروهم الناس العاديين. عندنا لي فيكول اوتيليتير هما لي فيكول اللي كنستعملوهم يعني استعمالات تجارية استعمالات خدماتية. وعاد كاين لي دورو لي موتوسيكل. وبطبيعة الحال كاين لي زوطخ لي هما لي زونجان لي فيهم لي تراكس لي بوكلان مثلا و لي كار لي بوس سي بون. كلاسيفيكاسيون عندنا لي فيكول لي فيهم 3 فوليوم. كاين بارتي موتور، كاين بارتي ابيتاكل كنسموها لو صالون، وكاين بارتي كوفر. كل وحدة معزولة بوحدها كيكونوا فيها دو بورس، كيكونوا فيها كاتر بورت. وكاين اللي فيها دو فوليوم يعني بارتي موتور، ولا بارتي الاخرى فيها لابيتاكل مع لو كوفر كيف ما عندكم في الصورة هنا. وهذاك يعني الباب ديال الكوفر فيه زاجة اوكي كنسموه هايون. وهاد لي فيكول اما كيكونوا فيهم 3 بورت يعني جوج القدام والثالثة هي ديال الكوفر اللي هي لو هايون، او لا كيكونوا 5 بحسب. وكاين مونو سبيس اللي هي يعني مجموعة بارتي موتور مع لا بارتي ابيتاك مع الكوفر كلشي في كاروسري واحد بياسة وحدة مجموعة كنسمو هاد الشكل هذا مونو سبيس. بريك هي هاد الشكل. لي الكوفر ديالها زايدين فيه شوية. لي دو سبيس بحال كيف ما قدامكم هنايا بارتنير والكونغو وهذا. لي كاركتيريستيك دابا تبتو معايا، هادي هي لا لونغور ديال الطوموبيل يعني الطول ديال السيارة من جهة، وبين الرويدة الرويدة يعني من السونتر الرويدة للسونتر الرويدة الاخر كنسميه لومباتمون. هذا خاص يكون قد اليمين قد اليسار. بالنسبة لهذا اللي في السيارة اللي على اليمين هذاك هو لا لارجور العرض ديال السيارة ياك. و لا فوا هي المسافة من منتصف الرويدة اللي على اليمين حتى منتصف الرويدة ديال اليسر. هذا بالنسبه لقدام كنسميه لافوا افون، وبالنسبه للور لافوا اغيير. يعني هاد لافوا باش كاينه افون اي اغيير لحقاش يقدر ماشي يقدر، راه كاينين
بزاف ديال لي فيكول اللي مختلف لا فوا ديال القدام على لا فوا ديال اللور، كي تكون هادي كبر من هادي او لا العكس. وكاين اللي عندهم قد قد، وعندي لا هوتور الارتفاع حتى هو داخل في لي كاركتيريستيك ديمونسيونيل. لي كونستيتيسيون عندي لا بارتي موتور، اوكي il produit l'énergie nécessaire pour assurer le déplacement du véhicule. هو اللي كيعطي الطاقة اللازمة ياك لحركة السيارة. La transmission فيه l'embrayage boîte de vitesse هو الذي ينقل يتكلف بنقل الحركة من المحرك إلى العجلات أورو موتريس العجلات المحركة للسيارة. وعندي سيستم دو فريناج il ralentit le véhicule par friction de garniture sur les disques ou tambour والذي يعني يساهم في نقص سرعة السيارة أو لا يساهم في وقف السيارة أو لا يساهم في الحفاظ على وقوف السيارة عن طريق الاحتكاك ديال لي غارنيتور. راكم ديجا عارفينهم، هما اللي كاينين في الديسك ديال لومبرياج نيت، ديك المادة السوداء. اوكي، اما كيتحكوا لي بلاكيت على لي ديسك او لا كيتحكوا لي مشوار على لي طومبور. وعندي لي بنوماتيك هو لا بيس الوحيدة اللي كتنتمي للسيارة اللي هي على تماس مع الأرض. وعندي لي سيسبونسيون هما دوك لي بيس اللي كيتكلفوا بامتصاص اهتزازات تذبذبات السيارة للحفاظ على توازنها واستقرارها. الفلتر لي زوسياسيون دي رو اسيرون كونفور دي باساجي اي بروتيكسيون دي زورغان ميكانيك، لان خاصنا نحافظوا على راحه الركاب، داكشي علاش كيمتصو لي فيبراسيون ياك، وكذلك باش نحافظوا على الاجزاء الميكانيكيه ديال السياره، لانه هادوك التذبذبات ولي فيبراسيون اللي كيجونا عن طريق من عند العجلات، لانهم هما المنطلق ديالهم حسب الطريق بسببهم، راه هادوك لي فيبراسيون غيصدقوا مخسرين لينا لي بيس ميكانيك اللي عندنا في السيارة. اذا خاصني هذاك لو سيستيم دو سسبنسيون مكلف بالامتصاص للنتيجة ديال هاد الامتصاص هذا، يحافظ على راحة الركاب من جهة، على لي زورغان ميكانيك من جهة، على استقرار وتوازن السيارة من جهة أخرى. بعد عندي سيستيم دو ديريكسيون، راه هو الذي يساهم في التحكم في البراكاج ديال اليوم. هذا يعني كيف ما كنقولوا إطلالة سريعة، وغادي نبارطاجي معكم أسفله لي باج ديال هاد لو كوغ هذا. اللهم يسر.